موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة 10 الأوساط 14:50 AM. أسعدتم صباحا. أنهى ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي زيارة رسمية قام بها إلى مدينة نيويورك خلال اليومين الماضيين، التقى في ختامها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شكر هاربر على الدعم المتواصل للدولة اليهودية. وخلال الصورة المشتركة على هامش اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة، أكد الطرفان على أن الحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات الثنائية بدلا من التوسل إلى الأمم المتحدة الاعتراف بسيادة دولة فلسطينية. هذا وجدد هاربر معارضة كندا لإعطاء الفلسطينيين مقعدا دائما في الهيئة العامة للأمم المتحدة. أكدت حكومة المحافظين بأنها لا تخطط للسماح للشرطة باعتراض التواصل الخاص عبر شبكة الإنترنت بدون الحصول على إذن مسبق. وصف فيكتوز وزير الأمن العام الكندي هذه الادعاءات بالمفبركة. يذكر أن حكومة المحافظين السابقة كانت قد وعدت بإدراج كل التشريعات الأمنية ضمن مشروع القانون الجامع للجريمة الذي قدمته بداية هذا الأسبوع إلى مجلس العموم الكندي، لكن بدون أن يتضمن هذا التشريع. من جهة أخرى، تقوم الشرطة الملكية الكندية بنشر عناوين المنازل والبيوت التي داهمتها وحيث تتم زراعة الماريجوانا وعمليات إنتاج المخدرات. وتهدف هذه الخطوة إلى ملاحقة هذه الزراعة وعصابات الجريمة المنظمة التي تقف خلفها. ويستكمل نشر المعلومات على الإنترنت مبادرات مكافحة آفة المخدرات، حيث يجدول الموقع الأماكن بحسب المقاطعات، محددا العناوين التي تمت مداهمتها مع عناوين وأرقام هواتف أقرب مركز شرطة. كما سيعطي المالكين والجيران معلومات عن المخاطر المتصلة بعمليات زراعة الحشيش داخل الأحياء السكنية. على صعيد آخر، أفادت بيانات هيئة إحصاء كندا عن شهر آب أوت المنصرم بأن معدل التضخم في كندا وصل إلى 3.1% بارتفاع 0.4% عن العام السابق، وذلك بسبب الارتفاع بأسعار المواد الغذائية والمحروقات وكذلك أسعار بعض الخدمات مثل الهاتف والكهرباء والتأمين على المنازل. وجاء الارتفاع الأكبر في أسعار البنزين وبحوالي 23% عن العام السابق، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 5%. ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم مع نهاية العام الحالي، لكن مع بقاء القلق حيال الارتفاع الثابت في أسعار أكلاف المعيشة. أما على صعيد مقاطعة كبك، فالتضخم لم يرتفع سوى 0.1%، وكذلك بالنسبة لمدينة مونريال، إلا أنه ما زال يحلق مرتفعا بحدود 3.3%. هذا وأقفل الدولار الكندي لأول مرة أمس ومنذ بداية العام الحالي على سعر أقل من سعر الدولار الأمريكي، متأثرا بإعلان المصرف الاحتياطي الأمريكي عن خططه لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو النمو. أقرت الجمعية الوطنية في مقاطعة كبك وبأغلبية 98 صوتا القانون 204 المتعلق بحماية العقد الموقع بين بلدية مدينة كبك ومؤسسة كبيكور الإعلامية لإدارة المدرج الرياضي الجديد المعتزم بناؤه في مدينة كبك. هذا وتعارض المشروع عرض المشروع 14 نائبا، بينما تغيب 5 آخرون. وأعطى العقد المؤسسة الإعلامية الحق بإدارة منشأة تساوي 400 مليون دولار عبر تقديم 33 مليون دولار كدفعة أولى، بالإضافة إلى دفع 3 ملايين دولار سنويا وحوالي 15% من الأرباح السنوية للمدرج. في مقابلة حصرية أجرتها محطة سي تي في الإخبارية مع فرانسوا ليغو زعيم التحالف من أجل مستقبل كيبك، رسم الوزير السابق عن الحزب الكيبيكي ما يشبه خارطة الطريق لمساره السياسي منذ انفصاله عن الحزب وتأسيس التحالف. ومع تصاعد الشعبية المؤيدة للوزير السابق، إلا أنه ما زال غير مستعد للانتقال من قيادة حركة سياسية إلى تزعم حزب سياسي. فلقد أشار ليغو إلى أن الخطوات التي رسمها مع زملائه في المجموعة لجهة تقديم تصورات لقضايا التعليم، الصحة، الاقتصاد والثقافة في مقاطعة كيبك قد أنجزت، وبأنهم بصدد استكمال المشاورات والجولات في أرجاء المقاطعة لتقديم وتحضير خطة وبرنامج العمل، وعندها فقط سيصبحوا جاهزين لمسيرة تأسيس حزب سياسي.
وأشار ليجو إلى أن الهدف هو إحداث تغيير على صعيد المقاطعة التي لم تتحرك منذ حوالي 30 عاما قدما، مؤكدا بأنه لن يدخل في نقاش دستوري حول سيادة المقاطعة، لكنه يريد أن يراها أفضل للأجيال القادمة ومحصنة باقتصاد قوي وواثقة أكثر بقدراتها وبنفسها. انتهى الموجز. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء.